تو احنا في جبل جلود. جبل جلود في الليل ولا جبل جلود في الليل تسمى سافا؟ ما عادش قبل كانوا يحكوا لي يحكوا اخويا جبل جلود في الليل مشاكل وكذا، ما عادش حاصلك المشاكل. حوم الكل فيها مشاكل، فهمتني؟ حوم الكل فيها المشاكل وفيها البي وفيها الخايب. جبل جلود تو حاليا منطقه تسمى صناعيه هي، فهمتني؟ معظم شبابها كل بطال بريمو، فهمتني؟ هاك تشوف البطاله موجوده، تمشي للقهاوي تلقاها كلها قاعده في القهاوي كذا حاسيلو. نحن جبل جلود، منطقه جبل جلود راهي منطقه قديمه ياسر من قبل الاستعمار، وفيها مقاومين وفيها رجال وعندها تاريخ. لكن الله غالب يا اخوي، توا نحن زون اندستريال عندنا 137 مؤسسه، لكن للاسف الكبير اللي ريت مع 137 مؤسسه تلقى لهنا نسبه كبيره تاع بطاله. علاش ما فهمنيش؟ كان انا ما اعرفك تعدي لي كلامي، مرحبا بيه كلامي خليت. احنا حكيت الليل خويا، انت شطاف الدنيا. والله انا باش انا نشف المجتمع المدني ومدير صاحب شركه، نحكي لك يعني مدير صاحب شركه. عندنا شركه جبل جلود، وجبل جلود شركه لكراء السيارات الخاصه وكل حكايات. اما عانيت من البطاله وعانيت من الظلم اللي عانوا منه ولاد حومتي. انا لهنا واعوذ بالله من كلمتين ولا جبل تعرفون، انا نحب نكون صوت ابناء الهامش، لاني كنت ابن من ابناء الهامش. انا هم ابناء الهامش اللي يحكوا عليهم واللي العباد تعظم عليهم واللي شادين الرمبوانات واللي يبيعوا في الزطله واللي يبيعوا في الحرابش. ليه؟ ناس مظلومه، ناس مقهوره، عنده الحق. 137 مؤسسه واكثر نسبه نتاع بطاله عندنا نحن، شنو هذا؟ حكم سيستم؟ هذا سيستم تحبوا تحكموا به في البلاد؟ يعني مخلينهم كان ضحايا. نحن اليوم وغدوه بعد غدوه ما نلقوا اسم جبل جلود في الـ في الـ في الفيسبوك، ولا نلقوه في النشرات الاعلاميه ولا الاخباريه كان ووقع القبض على فلان واقتحام وافتكاك. ما يذكروها كيف المشاكل؟ يذكرونا كان في المشاكل، خاطر عاملين حطب. نحن عاملين حطب باش العباد تخدم، باش يوصلوا للوزاره نتاعهم، باش يوصلوا. انا راني مانيش، انا نحب نحكي الحقيقه، ما نحبش نعمل حاجه، ما نحبش نعمل انا توا اذاعه تكلم معايا. ولاد حومتي مظلومين، بنات حومتي مظلومين، خوها مسكين بجنبه بواحد من 137 مؤسسه نمشوا ندقوا البيبان ليه ما نخدموكمش. وعليه ما يخدموهم؟ هاو انا باش نقول لك، انا باش نعطيك الحقيقه. الحومه هذيا ركبت عليها الاحزاب، ركبت عليها الاحزاب، هذيا عملتنا قنطره كما صارت في الحومه الشعبيه كله، راني نتكلم باسم الحومه الشعبيه كل. الاحزاب كي تجي لهنا توعد، هاكم باش تخدموا، انتخبونا. نحن انا نمشي نهز امي ونهز بابي، يجي امي ينتخب الحزب هذايا موعدونا بالخدم. انت واحد من الناس نسالك كصحافي، بالله سامحني، تدخل قهوه نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث تقلق منها. خلي نحن حيوت هنا شادينا، رامبوانيت شادينا، عباد مش هيدها. بالله سامحني وصل لي الكلمه ذي بجاه ربي لا تقص. فما ناس هنا البناي واللي يخدم في شركه واللي يخدم مع الساس واللي عامل يومي يخدم ويجري ويتسلف ويعلم به ربي باش يوصل بنته ويوصل ولده وتاخذ له شهاده، وبعد يعلقها في الدار ويقعد هو وبنته والشهاده باركين غادي. علاش خلطوا ولد فلان وولد فلتانه؟ وانا نشوفه نحن، انا نشوفه نحن كيفاش قاعدين يدخلوا بالمعارف. علاش ما عندوش معرفه يموت؟ انا علاش الحوم الشعبيه جو كان في الانتخابات؟ علاش الحوم الشعبيه هذيا تجوها تحطوها في الاخبار وفي الصفحات بتاعكم الاعلاميه، تحطوها كان هنا والله وقع القبض على فلان افتك ولا سرق ولا خطينا ودي صباح. لا لا لا، انا نحكي ديما ما نعممش، العائله بيدها فيها الباهي والخايب. السلام عليكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم صاحبي. صباح اخويا، لاباس انتم؟ صاحب المحل. اي بابا اخويا، تنجم تقول انا صاحب المحل هنا اخويا، وكيفاش نجم نعاونوكم؟ مرحبا بكم. في قيت الليل احنا جنوبيه توا، قداش عمرها القهوه هذه؟ عمرها فما 20 سنه القهوه هذه، 20 سنه القهوه هذه عمرها. قديمه عربي. كيفاه؟ عربي قديمه معناها. حومه شعبيه، حومه عربي، حومه كيما تعرف شباب صاحبي نهار كامل في القهوه، رجال كبار العشية، يعني عايشين عيشة هي بيدها كيما 20 سنة اللي عايشينها في القهوة، كيما 25 سنة اللي قبلها، كيما يدور لي اللي جايين زاد. شنو هي توا جبل جلود في الليل؟ جبل جلود في الليل كان تعمل دورة توا تشوفها اخويا، رومبوا من هنا اخويا مخدرات، رومبوا من هنا شو نقول لك انا، يسيبونا كان في الغباب، هما لاهين بينا لاهين بحاجة، هما
سيبوا لهم القبابل، سيبوا لهم الشيخه، سيبوا لهم المخدرات، خلي الشباب راقد، خلي الشباب ديما راقد، حتى حق الخبزه ما يعرفش سومها. هاكا قاعده تتبيع ب 250 والناس قاعده الصف وتشري. ونحن هنا خويا قاعدين نعدوا فيه النهار كيما جي. عندنا مستقبل اخر، نحن ما عندناش مستقبل، ما عندنا حتى شيء. شنو الحل؟ الحل خويا دور للشباب يا قيس سعيد، ما نستنوا فيك. الشباب هو خالد شد الحيط بطل. الشباب هو بطال خويا، ما عنده ما يعمل 24 ساعة، وهو خويا أنا في النهار اللي أقل نهار عندي يمكن 25-30 ولاد حومتي صاحبي ياخذوا قهوة، ما عندوش فلوس، ما عندوش باش يخلص قهوة. شنو الأمور؟ الحمد لله ديما لاباس. راي خدي بطال باب. بطال. إيه بطال. ما فماش خدم. مثال أنا خويا مثال واحد من الناس خدمت في شارك. شنو صنعتك؟ عندي صنعة أنا، فهمت كيف؟ شنو جبت تخدم؟ أي خدمة في بالك أنت نخدمها أنا، فهمت كيفاش؟ أما الفلوس ما فماش. الخدمة ما فماش. والخدم زاد جملة. فهمت كيفاش؟ دايرين بينا معامل. دايرين بينا معامل، باري مشي يعمل دور أنت صاحبي، شوف. شوف العالم كيفاش، أبسط الحاجات، هاي السيك نتاع الذوة هذايا. ما فيها حتى إنسان مش بلش الوقت خوي. نتاع القمح عرفت انا ما وين السيلو ما فيها حتى حد خويا مش بال جلود كلها منين برينا يا خويا علاش كيف يا شبوه يخدم غاديك يخمم على ولده يدخل ولده فهمتها كيفاش هذيك هي خويا دحوم الشعبيه صح السلام عليكم مرحبا بكم في حومتنا خويا انا اول مره نوري روحي في التلفزه فهمتني عام النسمه بتاع دخان عمري 27 سنة تو سمعت حمس من الفقر ومن الدمار وبرشا عاونوني ولاد حومتي يعني غلط في صغره عدى برشا حبس السيد هذا غلط في صغره عدى برشا حبس هي نحاسبوه نحن تو عامل نصبه نتاع دخان خويا باش يمركي نهار وتيب يحب يبعد يحب انا ولاد حومتي لحظة برشا يمشي الشركة هذايا خويا ما يقبلوهوش قول لي انت علاش خويا على خاطر خويا ربي سبحانه بلا بلا يا خويا مش مضروب راهو انا على ذا يا خويا انا كل من نمشي المعمل يقول لي فنتنوا 12 مليون ما تنظفش عمري 27 سنه انا وامي واحد كنا في الكريه نحن واول مره معني نولي نمشي في التلف قدام المره نقعد في وسط البيت حاب نحكي معك في الموضوع هذا ايش اخويا بن حنين واللي نخدم مش معاش المدينة بتاع الناس هذا من الصباح بابا بيعنا دارنا وانا صغير فهمتني ما جيت حتى حال وليت الفراكي والفوق مش نخلص على امي كري فهمتني امي مرا كبيرة وانا فينين هنا معنا كنشوف حالتنا تشوف وقفوا معايا ولاد حومتي هنا فهمتني محبوب كل هذي محبوب في اي حومة نمشي ونحب فيها فهمتني الحمد لله نوقف معايا رحم والدي خويا هانا توا حكايتي ليلو جنوبيه هانا قدامك احكي رحم والدي خويا انا نحب نفعل الوراق عندي اوراق فيها يعفوني عليها الرخصه معناها انا وامي مش نوم ما عادش نمشي نرجع الحبس مع السعاده عمري 27 سنه فهمتني ويرحم والديك وصلني صوت هاك نشوف معناها يلزموا جعاله باش ياخذوا الرخصه نتاع الدخان وانا ما عنديش نمشي نبراكي نرجع نفك انا وسط البلاد كلها يعرفوني انا حتى من الحاكم يعرفني نحب نوف ما عادش نحب نرجع الحاجه هذيك نحب حاجه بن حنين شديد برشا حابس شديد 8000 و7000 سلاحين كلهم بركاجي كلهم بركاجي ونطر وفكين فهمت؟ توا تبت وانا وقفوا معايا ولاد حومتي هنا تسمت علينا خويا الجرام وتسمت علينا البركاجات تسمت علينا حياة كيما برشا حياة كيما ملاسين جبل الأحمر الحياة الناس تظلمت باللسم الناس تظلمت باللسم كونه شنية يعني تاور انت حتى تاكسيس تجي في الليل يمرض لك شكون في الدار إلا ما تهب تجري للكياس باش تدبر تاكسيستي تطلعوا للحومة علاش يخاف يقول لك تاوي تبركوني يا حسرة على اللغة ذي
حومتنا نظيفة يا ودي، هاو تمشي تهز الدور تو، الدور تمشي حتى تدخل للديار صاحبي وتتعشى وجوك بيه الناس تفرح بيك. ما عنيش اللغة ذي، ما عادش مشيت يا حسرة. شنية واحد يا مزالي تبراكي ومزالي فك ومزالي عملناهم الكل ومحسوب ربحنا منهم حاجة، ما ربحنا شيء. هاو تعدى العمر ومشي، وواحد تو يخمم باش يصلح ويخمم باش يقد. يز 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 من جبال جلود بها وعليها هاي الفتح بيه وعليه وما نعرف شنية. تي منسيين نحن منسيين. وسط البلاد انا كي يبدا يشرب خويا يشرب يبدا في بار غادي، كان اطلع من السطح ونزفر له يسمعني من القرب. الدرج وسط البلاد تاكسي ب 1200 فرنك يشوفنا كيفيه صح.